الثالثة فجرا بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. بعد أن أفشلت إيران العدوان الإسرائيلي على أراضيها، عرقتشي يقول إنه لا حدود لبلاده في الدفاع عن نفسها وسلامة أراضيها. تنديد واسع بالعدوان الإسرائيلي على إيران، السعودية والأردن يؤكدان عدم استخدام مجالهما الجوي خلاله، وبايدن يقول إن الولايات المتحدة تلقت إخبارا مسبقا به. المقاومة الإسلامية في لبنان توجه إنذارا إلى سكان 25 مستوطنة في شمال فلسطين بإخلائها لأنها ستتعامل مع أهداف عسكرية، والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وإصابة أكثر من 60 خلال 48 ساعة. الميادين تودع شهيد العدسة الجارية الصحفي المصور غسان نجار، ونائب الرئيس الإيراني يقدم التعازي في مكتب الميادين في طهران. عشرات الشهداء بقصف مربع سكني على رؤوس سكان في بيت لاهيا، والاحتلال ينسحب من مستشفى كمال عدوان بعد اعتقال كوادره وتدميره. الآلاف يتظاهرون في العاصمة الفرنسية للمطالبة بوقف الحرب على لبنان وغزة، وتنديدا بزيارة سموتريش لباريس، والمشاركون يدعون الدول الغربية إلى وقف تواطئها مع إسرائيل. أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن طائرات الاحتلال شنت صباح السبت عدوانا مخالفا للقوانين الدولية باستخدام الأجواء الموجودة تحت تصرف الجيش الأمريكي في العراق. وفي بيان لها قالت القوات المسلحة الإيرانية إن الصواريخ أطلقها الكيان الإسرائيلي من بعد وتحمل رؤوسا متفجرة خفيفة جدا تعادل نحو 5 رؤوس الحربية للصواريخ الباليستية الإيرانية. وأشار البيان إلى أن الصواريخ استهدفت بعض الرادارات الحدودية في محافظات إيلام وخوزستان وحول محافظة طهران، كما أكد أن المنظومات الدفاعية الإيرانية تمكنت من التصدي للصواريخ بشكل مباشر، وأضاف أن لم تلحق بالرادارات سوى أضرار بسيطة وغير مؤثرة، تم إصلاح بعضها فورا والبعض الآخر ما يزال قيد الإصلاح. ولفت البيان إلى أن المنظومات الدفاعية الإيرانية كانت على أهبة الجاهزية وتصدت لعدد من الصواريخ وأحبطتها ومنعت الطائرات المعادية من دخول الأجواء الإيرانية. تفاصيل العدوان على إيران وكيف ستنعكس تداعياته على تطورات المنطقة نتابعها في هذا التقرير لسياوش فلاحبور. لحظات مفصلية في تاريخ الصراع، الضربة الإسرائيلية التي توعد بها قادة الاحتلال وتبنتها وروجت لها إمبراطورية الإعلام الغربي منذ نحو شهر، أخيرا حصلت. رد ضعيف ومحدود طال بعض القواعد العسكرية في محافظات طهران وإيلام وخوزستان، عدوان لم يتجاوز حدود الاستعراض. رد الدفاعات الجوية الإيرانية على العدوان الإسرائيلي أظهر قوة إيران وإمكاناتها الهائلة لمواجهة كل التحديات الأجنبية، وأثبت أن إسرائيل عاجزة عن مواجهة إيران. منذ هذه الليلة انطلقت مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة، مرحلة يرسم خطوطها العريضة محور المقاومة ويضيق المساحة يوما بعد آخر على إسرائيل. المشاهد التي التقطها المواطنون الإيرانيون أظهرت أن معظم الهجمات الإسرائيلية بالمسيرات والصواريخ فشلت أمام الدفاعات الإيرانية، ما يؤشر إلى نهاية حقبة التفوق الجوي المطلق لإسرائيل. عندما استهدفت إيران العمق الإسرائيلي انتقاما لدماء شهداء المقاومة، رأينا كيف اختفى القادة الإسرائيليون في المخابئ، بينما الأمور في إيران كانت طبيعية جدا كأنها لم تتعرض لأي عدوان. مقارنة مع مشهد الهلع والخوف الذي عاشته إسرائيل أثناء تساقط الصواريخ الباليستية الإيرانية على القواعد العسكرية في عملية الوعد الصادق، طهران قضت ليلة هادئة جدا على وقع تجاهل المواطنين الإيرانيين العدوان الإسرائيلي من على أسطح منازلهم، كانوا يرصدون الأهداف المعادية وهي تسقط في مرمى القوة الصاروخية الإيرانية التي توصف
بالأقوى في المنطقة. المصادر الإيرانية في أول تقييم لها وصفت العدوان الإسرائيلي بالضعيف للغاية، ما يؤكد أن رسائل التهديد التي أرسلتها طهران نجحت في ردع إسرائيل وحققت انتصاراً سينعكس حتماً على مختلف جبهات الصراع. سيوش فلاحبور، طهران، الميادين. نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي قوله إن إيران لا حدود لها عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحها وسلامة أراضيها وشعبها. إلى ذلك أدانت كل من السعودية ومصر والأردن العدوان على إيران، فيما أكدت الرياض وعمان أن أجواءهما لم تستخدم في العدوان على إيران، فيما توالت الإدانات العربية والإسلامية للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. دانت السعودية العدوان الإسرائيلي على إيران مؤكدة أنه يمثل انتهاكا لسيادة البلاد وللقوانين الدولية، وحثت السعودية جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لخفض التصعيد وإنهاء الصراع في المنطقة. من جهتها أدانت وزارة الخارجية الإماراتية العدوان مؤكدة ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، فيما حثت قطر الجميع على ضبط النفس وحل الخلافات بالحوار وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن. وقالت وزارة خارجية سلطنة عمان إن الخطوة الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا لسيادة إيران وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية، وطلبت الكويت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لوقف الممارسات الإسرائيلية التي تهدد مستقبل المنطقة وشعوبها. مصر من جهتها حذرت من حالة التصعيد وإمكانية انزلاق المنطقة إلى مواجهة خطرة، وقالت إنها تنظر بقلق إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير. أما الخارجية الأردنية فأكدت أن الهجوم الإسرائيلي يعد تصعيدا خطرا يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة، محذرة من الانزلاق إلى صراع أوسع. وشددت الخارجية السورية على حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها، معربة عن وقوفها إلى جانبها في وجه ما تتعرض له من عدوان. هذا ونددت الخارجية اللبنانية بالهجوم الإسرائيلي داعية المؤسسات الدولية ولا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في وضع حد للتصعيد الإسرائيلي في المنطقة. وفي العراق أدانت الحكومة العراقية العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تل أبيب تواصل سياستها العدوانية وتوسعة الصراع في المنطقة. أما حكومة صنعاء فنددت بالعدوان الإسرائيلي مؤكدة أنه يمثل محاولة يائسة لصرف الأنظار عن جرائمها الوحشية ومحاولة فاشلة لإضعاف محور المقاومة. بدورها نددت تركيا بالهجوم الإسرائيلي على إيران. باكستان لفتت من جهتها إلى أن العدوان الإسرائيلي يشكل تصعيدا خطرا في المنطقة، فيما شددت وزارة الخارجية الماليزية على أن العدوان الإسرائيلي يقوض بشكل صارخ الاستقرار الإقليمي. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تضامن بلاده مع إيران عقب العدوان الإسرائيلي، وقال أردوغان إن الحكومة الإسرائيلية المدللة من القوى الغربية تحاول إشعال فتيل صراع إقليمي. أتمنى التعافي السريع لجارتنا إيران وللحكومة الإيرانية التي كانت هدفا للعدوان الإسرائيلي الليلة الماضية. الحكومة الإسرائيلية التي أفسدتها القوى الغربية بالكامل تريد إشعال فتيل صراع إقليمي بمثل هذه الادعاءات، وينبغي للمرء ألا ينخدع بهذه الألعاب التي تمارسها إسرائيل ومؤيدوها. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه تم اختيار الولايات المتحدة مسبقا بالعدوان الإسرائيلي على إيران، ورحب بايدن باقتصار هذا الهجوم على الأهداف العسكرية فقط. يبدو أنهم لم يضربوا أي شيء آخر غير الأهداف العسكرية، أملي أن تكون هذه هي النهاية. وتعليقا على العدوان على إيران، رأى المستشار الألماني أولاف شولز أنه يجب على إيران أن تضبط النفس لتمهيد الطريق للسلام في الشرق الأوسط. وشدد شولز في منشور له عبر منصة إكس على ضرورة عدم الاستمرار في ردود الفعل التصعيدية الهائلة، وقال إن ما يحصل يجب أن يتوقف.
إلى ذلك دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى ضبط النفس محذرة من تفاقم الأوضاع، فيما أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها محذرا إيران من الرد. أنا واضح بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الرد الإيراني، وأنا واضح بالقدر نفسه بأننا بحاجة إلى تجنب المزيد من التصعيد الإقليمي، وأحث جميع الأطراف على إظهار ضبط النفس. يجب على إيران ألا ترد. أعني الأمر الأكثر أهمية هنا هو خفض التصعيد. نعم، لقد كنا ندعو إلى ذلك منذ بعض الوقت كما تعلمون. أجريت مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني، وتحدثت مرارا إلى آخرين في المنطقة، بما في ذلك بالطبع رئيس وزراء إسرائيل. دان حزب الله العدوان الإسرائيلي الغادر على الجمهورية الإسلامية في إيران، وأكد أن ما حدث يمثل تصعيدا خطيرا على مستوى المنطقة برمتها، ويعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال. وأشار حزب الله في بيان إلى أن هذا الاعتداء لن يؤثر أبدا على موقف إيران الثابت والداعم على مختلف المستويات للشعبين الفلسطيني واللبناني. كما أشاد حزب الله بنجاح القوات المسلحة الإيرانية في التصدي الناجح لهذا الهجوم الغادر. دانت حركة حماس بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على إيران، مؤكدة أنه يعد انتهاكا صارخا للسيادة الإيرانية وتصعيدا يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها. وأكدت الحركة تضامنها ووقوفها مع إيران قيادة وشعبا في مساندة الشعب الفلسطيني. كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي العدوان معتبرة إياه محاولة فاشلة لكسر قوى المقاومة في المنطقة. أما الجبهة الشعبية فقد أدانت العدوان معتبرة إياه جريمة جديدة وجزءا من العدوان الاستعماري على شعوب المنطقة. وبدورها قالت الجبهة الديمقراطية إن دعاء الولايات المتحدة أن العدوان الإسرائيلي على إيران يندرج في سياق حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، إنما هو في الحقيقة غطاء سياسي من قبل واشنطن لكل الأعمال العدوانية للاحتلال في المنطقة. موجة سخرية في إسرائيل من العدوان على إيران في ظل حديث خبراء عن عدم تحقيقه أي هدف استراتيجي. بالسخرية والانتقاد تعامل الإسرائيليون مع بيان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي أطلق عليه الاحتلال اسم عملية أيام الحساب. ومن على جانبي المتراس تعرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للانتقاد بشأن طبيعة الرد الإسرائيلي وحجمه. رئيس المعارضة يائير لبيد انتقد الهجوم وقال إن عدم مهاجمة أهداف استراتيجية قرار خاطئ، فيما غردت العضوة في الكنيسة عن حزب الليكود تالي غوتليف قائلة إن عدم مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية سيكون بمثابة بكاء الأجيال، واتهمت نتنياهو والجيش الإسرائيلي بالاستسلام لإدارة بايدن. وفيما وصف محللون الرد الإسرائيلي بالركيك الذي تقف خلفه أغراض سياسية، ولا سيما أنه لم يحقق أي هدف استراتيجي، سخر خبراء مما وصفوه بالمسرحية، وقالوا إن البيان المتفجر للناطق باسم الجيش الإسرائيلي المليء بعبارات تمجيد زائفة للذات فضحته لغة جسده، بأن ما حصل كان مجرد استعراض، الهدف منه الإظهار لناخبي نتنياهو أنه فعل شيئا ما. العدوان الإسرائيلي الفاشل أخفق بنيامين نتنياهو من خلاله في التقاط صورة نص أو تفوق أو مشهد ردع، فما الذي جرى في الواقع؟ فاطمة قاسم. خدعة نتنياهو، هكذا وصف الإعلام الإسرائيلي ما أسماه الاحتلال يوم الحساب. بتصديها للهجوم الإسرائيلي أسقطت إيران الرواية التضليلية التي أراد نتنياهو الترويج لها وهو مختبئ تحت الأرض في الكريا. فما الذي جرى في الواقع؟ أضرار محدودة أكدتها إيران. دفاعاتها الجوية تصدت لمعظم الهجمات الإسرائيلية، هجمات كان المراد منها استهداف قواعد عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام. أما الواقع فيناقض الرواية. الهجوم تم من خارج الحدود، مطار الإمام الخميني ومهر أباد لم يتعرضا لأي اعتداء.
لا استهداف لأي مركز عسكري لحرس الثورة في العاصمة، ومسؤولو مصفات طهران ينفون استهدافها وهي تعمل كالمعتاد. وسط التضخيم الإعلامي الإسرائيلي خرجت الصورة لتثبت زيف ادعاءات الاحتلال، فقد حاول الترويج لاستهداف 20 موقعا في إيران من دون أي معطيات أو تفاصيل تدعم الرواية، رواية زعم فيها أن عشرات الطائرات الحربية هاجمت مواقع في طهران ومشهد ومحطة للطاقة في كرج، وادعى أن طائرات أغارت على وسائل إنتاج صواريخ أطلقتها إيران نحو إسرائيل. الضجيج الإسرائيلي حول ما وصف بالعملية الركيكة لم تتمخض عنه حتى صورة استعراضية، فيما صور عملية الوعد الصادق 2 لا تزال تسكن ذاكرة الإسرائيليين جيشا وسياسيين ومستوطنين. مئات الصواريخ البالستية انطلقت حينها من إيران، اجتازت أكثر من 1000 كيلومتر لتبلغ أهدافها وتشعل النيران في مواقع مختلفة من فلسطين المحتلة. 3 قواعد عسكرية إسرائيلية استهدفتها إيران وأصابتها بإقرار الإعلام الغربي. قاعدة تل نوف وتقع على بعد 5 كيلومترات من منطقة رحفوت تل أبيب، تضم أسراب من مقاتلات F-15. قاعدة حتساريم وتقع جنوبي فلسطين المحتلة قرب بئر السبع، وتضم أسراب من مقاتلات F-15 و F-16. أما قاعدة نيفاتيم فتقع شمال النقب جنوبي فلسطين المحتلة وتضم طائرات F-35. ماذا في أبعاد العدوان الإسرائيلي على إيران، وكيف تبلورت قدرة الردع الإيراني الواقعي والاستراتيجي؟ غراس بيطار. فلنضع جانبا الضغوط الأمريكية على بنيامين نتنياهو سواء أكانت واقعية أم وهمية، فالعدوان الإسرائيلي على إيران حدث وبحجم ونوعية يستحقان التوقف عندهما. في الواقع نحن أمام تمظهر واضح لقدرة الردع الإيرانية الواقعية والاستراتيجية. المعطيات تقول إن إيران باتت قوة ردع عسكرية استراتيجية في الإقليم بلا أدنى ريبة أو تردد. لقد طويت صفحة تهديد طهران من جانب كيان الاحتلال أو غيره بالترهيب والوعيد ولا حتى بالانتفاخ الإعلامي. ومن الإقليم إلى المعادلة الدولية في المنطقة، لم يعد بالإمكان استبعاد الجمهورية الإسلامية الحالية من أي ترتيبات سياسية ذات أبعاد وأثار إقليمية. ربما من هنا باتت القراءة أوضح للحراك الإيراني الأخير في تلازم البعدين العسكري الاستراتيجي والدبلوماسي السياسي، فدور هذا الحراك كان كبيرا في كبح إسرائيل ومن ورائها واشنطن عن أي عدوان كبير يؤدي إلى حرب إقليمية مدمرة. الرسالة التي أبلغها وزير الخارجية عراقتشي في جولته بالمنطقة ولاسيما لقادة الخليج كانت واضحة: طهران لن تتهاون في حماية أمنها القومي، وهي لن تتردد في ضرب أي بلد أو قاعدة أو موقع يشارك على نحو مباشر أو غير مباشر في العدوان عليها. وفي هذا السياق تحديدا يمكن التنويه بالموقف السعودي المندد سريعا بالعدوان الإسرائيلي، إضافة إلى الموقف الأردني وغيرهما من المواقف التي تعكس حقيقة التوازنات الإقليمية على الأرض. في خطبة الجمعة وتأبين سيد الشهداء حسن نصر الله، قال المرشد الإيراني الكثير مما يساعد على فهم المشهد أكثر. كان واضحا بأن بلاده ستواجه بضراوة وقوة وحتى النهاية من يفكر أو يعمل ضد مصلحتها العليا. في الواقع إنها حرب وجود بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد هذا العدوان الباهت والاستعراضي للاحتلال، هل ستمضي إيران في أي رد الآن؟ ربما الساعات والأيام المقبلة تحمل الجواب. غراسيا بيتار، الميادين.
وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان رسالة إلى سكان 25 مستوطنة في شمال فلسطين المحتلة تطالبهم فيها بإخلائها، وأكدت المقاومة أن هذه المستوطنات أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوى الجوية والصاروخية. وبعد هذا التحذير استهدفت المقاومة كرية شمونة بصلية صاروخية، فيما دوت صفارات الإنذار فجر اليوم في عدد من مستوطنات الشمال. أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمقتل 7 جنود على الأقل في معارك جنوب لبنان، ما يرفع عدد قتلاه إلى 17 خلال 48 ساعة. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 61 جنديا في معارك جنوب لبنان في الساعات 24 الأخيرة. المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وحيفا والعفولي وصفد. وأعلنت المقاومة أن في إطار سلسلة عمليات خيبر نفذت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة النعورة شرق مدينة العفولة، أصاب أهدافه بدقة بعد مهاجمتها قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب. كما استهدفت المقاومة قاعدة ميشار وهي مقر الاستخبارات الرئيسي للمنطقة الشمالية في صفد بصلية صاروخية، والكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية أيضا. المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات ومواقع وقرى حدودية. ونشرت المقاومة مشاهد من عملية استهداف تجمعات جنود الاحتلال في محيط مستوطنة يعرى وكسرت كفرق العادي. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية. الغارات الإسرائيلية التي وصفت بالعنيفة طالت مناطق عديدة من أحار تحريك والحدث. في المقابل واصلت قوات الاحتلال غاراتها، حيث أفاد مراسل الميادين باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين من جراء عدوان إسرائيلي استهدف معبر مطربة شمال قضاء الهرمل على الحدود السورية. وفي جنوب لبنان ارتقى 5 شهداء في بلدة تفحتة بقضاء صيدا. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 19 شخصا في لبنان، ليصل إجمالي عدد الشهداء إلى 2653 منذ تشرين الأول أكتوبر 2023. مراسل الميادين في البقاع قام بجولة ليطلعنا على الدمار في بلدة النبيشيت بعد المجزرة التي أدت إلى ارتقاء 3 شهداء وأربعة جرحى. في كل مرة نعاين غارة وأثر هذه الغارة ودمار هذه الغارة نكتشف
أن هناك أنواع جديدة من القنابل والصواريخ تلقى على رؤوس المدنيين على رؤوس البقاعيين. ما سنشاهده الآن بعدسة الكاميرا هو توثيق لغارة واحدة أصابت النبشيت بالأمس، اعتدت على بلدة النبشيت، أسفرت عن 3 شهداء من أولاد العم يشيعون في هذه الأثناء. لكن ما سنقوم به الآن هو جولة لمعاينة هذه الأضرار، وسنبدأ من هذه الجهة. أكثر من 5 وحدات سكانية تدمرت، هذه سقوف سويت بالأرض، هذه سيارة أصبحت ركام وحطام، ويعني لم يبقى منها معالم واضحة. أيضا دراجة نارية اشتعلت، وبالتالي نقترب أكثر مع الزميل وسام الترك. هذا منزل كان مؤلفا من طابقين، وكان فيه الشهداء 3 من آل الموسوي الذين ارتقوا والذين يشيعون في هذه الأثناء. كل هذه المنازل، كل هذه الوحدات السكنية سويت بالأرض، تضررت إما بشكل كبير وإما بشكل جزئي. هذا ما تعينوه بعدسة الميادين هو دمار لغارة واحدة على بلدة النبشيت. وهيدي المدينة النبشيت هيدي أم المقاومة، ونحن مستدين لو دمروا بيوتنا وشو ما عملوا ما رح يطلع لهم معنا شيء. وإسرائيل للزوال، ما في ولا ممكن من النهار يجي ويقولوا إنه بعد في إسرائيلي بفلسطين، لأنه مش بدهم الفلسطينية، بدهم نحن بلبنان قبل الفلسطينية. والأمريكان عم يعطون طيارات F-35 ليدمروا الأطفال والنسوان، بس يتمنوا الأمريكان لو عندهم ذرية من الكرامة. الشعب الأمريكيني بيوقع بيقولوا للإسرائيلية أنتوا للحكام الأمريكان أنه أنتوا عم تعطون سلاح لتروحوا تقتلوا الأطفال والنسوان. ودعت الميادين الزميل المصور غسان نجار الذي ارتقى أمس أو أول أمس في غارة إسرائيلية. غسان ارتقى مع زميلي مهندس البث محمد رضا باعتداء إسرائيليين على مكان إقامتهما في حصبية فجر الجمعة. وقيمت الصلاة على روح غسان في روضة الحوراء زينب في الضاحية الجنوبية لبيروت بحضور أفراد عائلته وزملائه. أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري أن لبنان تقدم بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن استشهاد الصحفيين في حصبية. ولعل دماء شهدائنا شهداء الصحافة والإعلام الذين سقطوا ضحايا إسرائيل وآخرهم من تم رصده واغتياله بالأمس خلال نومهم في مكان اعتقدوا أنه آمن، لعلها تكون أكبر عبرة لنا جميعا بأن العدو لا أمان له. لابد من التشديد على أننا لسنا أمام حرب أهلية داخلية لكي يقف الإعلام طرفا فيها مع هذا الفريق أو ذاك، ويساهم من موقعه في مجهود حربي ما إيديولوجي أو طائفي، وهذا بذاته إشكالي. نحن أمام حرب يشنها العدو الإسرائيلي ضد لبنان، لبنان الأرض، لبنان الشعب، ولبنان التاريخ. هذه حرب إسرائيلية على لبنان تأتي بعد إبادة غزة. الوضع بلبنان طبعا يعني منه مريح. نحن بفوضى كبيرة كتير. نحن أمام رسالة واحدة، يا فينا نبني هالبلد يا بدنا نخرب البلد. قدم نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف التعازي لقناة الميادين باستشهاد الزميلين غسان نجار ومحمد رضا، وذلك في مكتب الميادين في طهران. وأكد نائب الرئيس الإيراني أن الميادين كان لها دور كبير في نصرة فلسطين وأحدثت أثرا عالميا في هذا المجال. أقدم أخلص التعازي إلى عائلة الميادين لارتقاء الشهيدين غسان نجار ومحمد رضا، وكذلك لاستشهاد الزميل في قناة المنار. أشكر الجهود التي تبذلها إدارة هذه القناة لنقل الواقع كما هو ونقل التطورات الجارية في المنطقة كما هي. الميادين خلال الأحداث الأخيرة برزت جدا وتمكنت من نقل رسالة شعوب المنطقة إلى العالم. دور الميادين وبقية الوسائل الإعلامية
التي تنقل الوقائع الإعلامية كما هي أدى إلى موجة كبيرة من التظاهرات حول مختلف أنحاء العالم تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني. نقدر الدور الصحفي الشجاع للموجودين في الميدان وأتمنى لهم المزيد من النجاح في نقل الوقائع نظرا إلى الأحداث الجارية جنوب لبنان. كذلك قدم الأمين العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الشيخ علي خلاله الاحتلال إدخال كل مقومات ومستلزمات الحياة من مواد غذائية وتموينية. نلاحظ أن هذا المكان يسابق فيه المواطنون الزمن من أجل الحصول على بعض أرغفة الخبز، هذا الخبز المرتبط كليا بحياة الناس هنا، والذي تمنع إسرائيل إدخال الطحين الخاص بإنتاجه. يمكن القول أننا أمام كارثة محققة. هذا المشهد كان منذ عدة أشهر في شمال قطاع غزة، الآن بدأ يعود إلى جنوب القطاع على وقع حرب التجويع التي تنتهجها إسرائيل والتي تعتبرها سلاحا ربما يعني فتاكا، وهو بالفعل فيما يتعلق بالقضاء على حياة الناس. الناس هنا في حيرة من أمرهم، الكل يحمل العالم ومؤسساته المسؤولية الكاملة عن السماح لإسرائيل بقتل أهالي غزة عبر التجويع، فمن لم تقتله آلة الحرب الإسرائيلية يقتله الجوع هنا على مرأى العالم أجمع. أنت شايف فيش إشي، فيش إشي، طحين فيش ولحمة فيش وجلاح فيش وفراخ فيش ولا إشي من اللحوم، يعني ما ضلش حياة، ايش الواحد يسوي؟ يموت؟ ناس عيانه وفي ناس مريضه ومش قادرين ياكلوا ولا يشربوا، وهي الوضع تعبان، ايش تسوي يعني؟ ايش تسوي؟ ما لناش غير الله نشكي له بس. اكثر ما يحير الفلسطينيين في قطاع غزه هو ان يصبح مشهد قتلهم وتجويعهم مشهدا عاديا بالنسبه للعالم، فجريمه الاباده وحرب التجويع التي تنتهجها اسرائيل لا ينبغي ان تستمر، يقول هؤلاء الفلسطينيون الذين ضاقوا ذرعا بسياسة محتل مجرد من كل معاني الإنسانية. أكرم دلول من مدينة خان يونس، الميادين. استشهاد اسلام عودة احد قادة كتائب القسام في مخيم طول كرم بعد حصاره في منزله واشتباكه مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وقصفت المنزل بالصواريخ، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين في انحاء الضفة. تقرير نسين سلمي. ما يزيد على 20 صاروخا محمولا على الكتف أطلقتها قوات الاحتلال تجاه هذا المنزل في حارة السلام في مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية. النيران اشتعلت في المنزل، لكن المقاوم إسلام عودة أحد قادة كتائب القسام الذي كان محاصرا في داخله واصل التصدي حتى ارتقى شهيدا، فيما اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم طول كرم أثناء انسحابها منه. الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في طول كرم وحرق البيوت يدل على أن إسرائيل تحاول أن تنقل جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة إلى الضفة الغربية. نحن نواجه هنا خطرا مزدوجا من المستوطنين المستعمرين الذين يعتدون على الفلسطينيين في كل مكان ويحاولوا أن يمنعوهم حتى من قطف زيتونهم، ومن جيش الاحتلال الذي يرتكب كل هذه الجرائم. لكن ما يجب أن يكون واضحا أن كل جرائم إسرائيل وبطشها وبطش المستوطنين والجيش لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني. اقتحام مخيم طول كرم تزامن مع مداهمات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في قرى كفر عين وقراوة بني زيد شمال رام الله وبلدة بتونيا غربها، فيما داهم جنود الاحتلال مبنى تابعا لبلدية الخليل جنوب الضفة واعتدوا على العاملين فيه بالضرب، فيما شددت قواته من حصارها للمدن والقرى الفلسطينية وأغلقت عشرات البوابات العسكرية التي تفصل بين المدن والأرياف. حملات الاعتقال مستمرة بشكل يومي وبشكل مكثف حيث تطال العشرات، ومنذ 7 أكتوبر اعتقل إلى الآن أكثر من 11,000 مواطن فلسطيني، ما بين شاب ورجل طفل وامرأة، بالإضافة إلى أن هناك داخل السجون اليوم ما يزيد عن 10,000 معتقل، أكثر من ثلثهم بالاعتقال الإداري التعسفي.
كذلك واصل المستوطنون بحماية من جنود الاحتلال اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين أثناء قطفهم الزيتون، ما أدى إلى إصابة مسنة في قرية قريوت شرق نابلس إثر ملاحقة المستوطنين لها، كما اعتدوا على المزارعين في تل رميدة في الخليل جنوبا وسرقوا محصولهم من الزيتون. مطاردة المقاومين واغتيالهم جزء من سياسة إسرائيل من أجل تحييد الضفة الغربية ومنع تحولها إلى ساحة مقاومة أخرى. نسر سلمي، رام الله، الميادين. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على هدف حيوي في الجولان السوري المحتل. البيان يؤكد أن العملية تأتي استمرارا لمقاومة الاحتلال ونصرة لفلسطين ولبنان، هذا وتشدد المقاومة على الاستمرار في استهداف الاحتلال بوتيرة متصاعدة. على الرغم من عدد الفرق العسكرية الكبيرة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي التهويل بها، إلا أنه خلف هذه التشكيلات عدد كبير من ألوية الاحتياط التي لا يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة. كيف يمكن أن يؤثر ذلك في المعركة؟ يمتلك جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 فرقة قتالية برية، 5 منها على حدود لبنان حالياً. تعد هذه الفرق تشكيلات إدارية تنضوي تحتها تشكيلات أخرى كالألوية والكتائب. هذه الفرق النظامية تقسم بين فرق احتياط وفرق مناطقية تكون مهمتها محصورة بمحيط جغرافي ثابت. تختلف هذه الفرق من ناحية الجهوزية التي تتمتع بها في أوقات السلم، حيث تكون معظم ألوية الفرق النظامية في الخدمة، فيما تكون الفرق المناطقية وفرق الاحتياط على جهوزيتها الدنيا. كمثال، تحتوي الفرق المناطقية على لوائين نشطين في المتوسط من أصل 4، فيما فرقة الاحتياط تحتوي على لواء واحد نشط في المتوسط، فيما يجب استدعاء الباقي وتشكيله في حالة الحرب. أما إذا ما أردنا قياس القدرة القتالية والجاهزية، فجيش الاحتلال الإسرائيلي لديه 6 ألوية مشاة نظامية و3 ألوية مدرعات و3 ألوية مدفعية مع لواء تدريبي لكل منها، هي التي يتم عادة إيكال مهمات محاور التقدم الرئيسية إليها. قبل بدء الاعتداء البري على لبنان، ظهرت تقارير بأن جيش الاحتلال يواجه مشاكل في العديد ويحتاج لتجنيد 10,000 جندي في ظل الخسائر في غزة. تقارير أخرى تحدثت عن نقص في الدبابات والاستعانة بشركات خاصة لصيانة الآليات المعطوبة لكثرتها. هذه التقارير بالإضافة إلى الخسائر اليومية ترخي بضلالها على قدرة جيش الاحتلال على الاستمرار في المعركة لفترة طويلة، خصوصاً وأن إبعاد جنود الاحتياط لفترة طويلة عن أعمالهم يؤدي لتراجع اقتصادي. بحسب تقديرات أحد الحسابات الإسرائيلية العاملة عبر المصادر المفتوحة، تراوحت خدمة جنود الاحتياط في غزة بين 30 و40 يوماً كحد أقصى قبل الحاجة لتسريحهم وإعادتهم للحياة المدنية. الآلاف في شوارع العاصمة الفرنسية للمطالبة بوقف الحرب على لبنان وغزة ودعوة الدول الغربية إلى وقف تواطؤها مع إسرائيل. المتظاهرون نددوا بزيارة سيقوم بها وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريش لباريس لجمع تبرعات لجيش الاحتلال. تقرير موفد المدينة إلى باريس، موسى عاصم. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان عاد النبض إلى الشوارع الفرنسية، مسيرات واعتصامات يومية في العاصمة والمدن الأخرى. من ساحة الجمهورية هنا وسط باريس انطلقت تظاهرة شارك فيها الآلاف من الفرنسيين والجنسيات الأخرى. هذه الحرب الإبادية تستمر بسبب تواطؤ القوى الغربية الكبرى ولا سيما الولايات المتحدة، وفرنسا لها مسؤولية كبرى في هذه الجرائم.
في الواقع الحكومة الفرنسية تدافع عن مصالحها المرتبطة بمصالح القوى الكبرى أي الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا، وعلى هذا الأساس يجب ألا نستسلم لمشيئتهم، والمطلوب أن يتوسع الحراك الشعبي العالمي ليكون حالة ضغط على الحكومات. هذه السيدة لم تتمكن من حبس دموع الغضب بسبب المشاهد التي تتابعها يوميا من لبنان وغزة. أنا متأثرة جدا لأنني أشعر بعدم القدرة على تقديم أي شيء إلى الذين يتعرضون لهذه الجرائم سوى المشاركة في التظاهرات. في الواقع نحن نستمد قوتنا من صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني، وهذا ما يشجعنا على مواصلة النزول إلى الشوارع لتقديم ما يمكننا تقديمه لدعم هذين الشعبين. يهود فرنسيون انضموا إلى تظاهرة الدعم للفلسطينيين واللبنانيين رغم التهديدات التي يتلقونها من اللوب الصهيوني في فرنسا. كيهودي نشعر بالخجل مما يجري، وأرى أن المكون اليهودي في فرنسا يدعم بالكامل جرائم الإبادة في غزة ولبنان. كنت أعتقد أنني أنتمي إلى مجتمع إنساني، لكن ما اكتشفته أنهم أشخاص يشجعون على الإبادة. لا أقول إن كل اليهود هكذا، لكننا نحن الرافضين للإبادة أقلية، وأنا شخصيا أتعرض على نحو دائم للشتائم ومتهم بالخيانة من جانب المنظمات اليهودية في فرنسا. المتظاهرون نددوا بزيارة الوزير الإسرائيلي المتطرف بيتسلييل سموتريتش إلى فرنسا في 13 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، الذي سيشارك في حفل لجمع تبرعات تنظمه المنظمات اليهودية لمصلحة الجيش الإسرائيلي. رغم القيود المشددة التي تفرضها الشرطة الفرنسية والمضايقات التي يتعرض لها الناشطون الداعمون للفلسطينيين واللبنانيين، تستمر التظاهرات والاعتصامات في العاصمة الفرنسية بمعدل شبه يومي، ولسان الحال هنا أن ما نفعله هو أقل ما يمكن للدفاع عن شعوب تتعرض للإبادة. مصعص باريس، الميادين. شارك آلاف البريطانيين في مسيرة حشدة وسط لندن تعبيرا عن رفضهم لليمين المتطرف ودعما لغزة ولبنان. المسيرة انطلقت من وسط لندن وجبت شوارعها وصولا إلى مقر رئاسة الوزراء. رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تدين اليمين المتطرف وتشدد على حقوق المهاجرين، كما حملوا لافتات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة. لقد حاولت الحكومة مرارا قمع الحراك المتضامن مع فلسطين من خلال استخدامها أدبيات معادية للمسلمين، لكنها فشلت بسبب حالة التضامن الواسعة بين مختلف الشرائح الاجتماعية في البلاد، وخصوصا بين الجهات المعادية للعنصرية وغيرها من الحركات المؤيدة لفلسطين. لبنان سينتصر في الحرب والمقاومة كذلك، وواضح أن إسرائيل ستخسر الحرب لأنها لم تفعل سوى قتل المدنيين الأبرياء في لبنان وغزة، وأعتقد أن إسرائيل انتهت بعد فشل عدوانها على إيران. أكد التيار الشعبي في تونس خلال ندوة سياسية لتابين الشهيد يحيى السنوار أن المسيرة النضالية لفقيد المقاومة الفلسطينية أعطت دليلا حيا على أنه من القادة العظماء الذين سيخلدهم التاريخ، وشدد التيار على أن الشهيد السنوار قدم أرفع دروس الوفاء والفداء في المقاومة والتضحية من أجل القضية الفلسطينية، فيما أكد المشاركون أن المقاومة الفلسطينية لا خوف عليها بعد الشهيد السنوار. يحيى السنوار اليوم رمز عالمي وإنساني قبل أن يكون رمز فلسطيني وعربي ومسلم. يحيى السنوار مدرسة بحالها في العطاء وفي الفداء وفي البطولة، يعني قضى أفضل سنوات عمره في سجون الاحتلال، خرج عاد بناء الجناح العسكري لحماس في غزة، هو من هندس طوفان الأقصى. المقاومة تحولت خلال مسيرتها النضالية إلى مؤسسة تنظيمية وعسكرية وإعلامية وسياسية بما يمكنها تجاوز كل الثغرات التي تتم. مضى يحيى السنوار وسيأتي سناور جدد وتستمر المسيرة حتى التحرير.
مهما بلغ بالاحتلال العتو والإجرام ومهما عاث تدميرا وقتلا يتسلح النازحون اللبنانيون بالصبر والصمود في مواجهة العدوان مؤكدين تمسكهم بالمقاومة حتى تحقيق النصر. تقرير ربا حيدر. كل إنسان معود على نمط معين بالحياة، على بيته، على غراضه، على أهله، على رفقاته، يعني وضع ونحطينا فيه، عرفتي كيف؟ بدنا نصبر قد ما فينا، بدنا نصبر. ما حدا بيتمنى إلا ما يرجع على بيته، وإن شاء الله بنرجع قريبا بقوة الشباب. مهم ننتصر وإن شاء الله الانتصار قريبا. مش مهم الحجر ومش مهم البيوت ومش مهم الدنيا كلها، المهم ما ينجرح واحد من شبابنا، هذا اللي بهمنا. بهمنا أن تنتصر المقاومة، ما بهمنا أن الإسرائيلية، ومش خوفينهم. قطعا حننتصر، قطعا. هيدا العدو الظالم هو والعملاء الخاينين يعملوا قد ما بدهم بعد. يا برمي الله اللي خلق كانت. نحن حنضل صامتين لآخر لحظة والحمد لله، ومش حنفل. وإذا بترجعي للتاريخ، كل القادة اللي اجوا عبر التاريخ، بلشي تشي جيفارا، امشي بعد، امشي عرب وغير عرب، أنطون سعادة، تعي لهون شوفي من أول ما بلشت المقاومة اللبنانية لحد هلأ ما في غير الثبات والصبر والبصيرة يوصلنا للانتصار. يعني برغم الدمار، برغم اللي صار معنا، نحن صابرين، وإن شاء الله النصر حليفنا بإذن الله. رجعين على بيوتنا. كيف قرأ الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي العدوان الإسرائيلي على إيران؟ التفاصيل مع حسن شرارة. بقالب محفوف بالسخرية قرأ الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفته إسرائيل بالرد على إيران. وصلت التوصيفات إلى حد نعت الرد المزعوم بالانتكاسة الصريحة لإسرائيل والهزيمة العسكرية المهمة، هكذا وصفه الكاتب سامح عسكر الذي رأى أن الخطوة ستفيد محور المقاومة في المقبل من الأيام. وفي هذا السياق رأى الدكتور في العلاقات الدولية محمد سيف الدين أن الضربة الإسرائيلية أنزلت سلم التصعيد على نحو حاد، وبنتيجتها نجحت طهران في تحقيق الردع في ردها الأخير، مشيرا إلى أن ضعف الضربة بحد ذاته فيه مؤشرات سياسية كثيرة، بينها نهاية فترة التسامح الأمريكي مع نتنياهو. بدورها عبرت الدكتورة في الشؤون الدولية ليلى نقولة عن تفاؤلها بقرب انتهاء الحرب ومن ضمنها الحرب الإقليمية، مشيرة إلى أن الرد الإسرائيلي على إيران كان لحفظ ماء الوجه، وأن واشنطن قايدت الضربة الإسرائيلية المحدودة على إيران بشيء قدمته إلى نتنياهو. المدير العام لمركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي اختصر الأمر بعبارة تمخض الجبل فولد فأرا، مشددا على أن إسرائيل أعجز من أن تضرب إيران بقسوة من دون مشاركة أمريكية. فيما وصف رئيس مركز موقع هنا عدن للدراسات الاستراتيجية أنيس منصور الرد بالهزيل والفاشل، وأضاف أن إسرائيل كشفت عن ضعفها وهشاشتها اليوم. النائب في البرلمان اللبناني جميل السيد رأى أن اليوم هو يوم حزين على كثيرين في لبنان من أهل السياسة والإعلام، مرجعا أسباب ذلك إلى أن إسرائيل لم تضرب إيران على النحو الذي كانوا يأمنونه ويحلمون به، ولأن إسرائيل نفسها خذلتهم في لبنان بعدما أعلن رئيس أركانها نيته وقف الحرب بعد المواجهات مع المقاومة. إلى ذلك أكد الصحفي اللبناني حسن علاق أن الضربة لا تصب في مصلحة مشروع تغيير الشرق الأوسط الذي أعلنه نتنياهو، وذلك لأن هذا المشروع بدأ يتكسر بسواعد المقاومين في لبنان وغزة، مصطدما بمحدودية قدرات الكيان التقليدية ضد إيران. عبارات السخرية في ضعف الرد الإسرائيلي انتشرت على نحو واسع في إسرائيل، نختار منها ما قاله مراسل قناة كان الإسرائيلية روعي كايس: لو كنت أنا خامنئي لعدت إلى النوم وتحققت مما حدث في الصباح. ختام النشرة. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmeyadin.net. في أمان الله وإلى اللقاء.